الدولة أقرت غرة ماء إعانة جديدة، معناها قسط جديد من الإعانات 2020، غرة ماء 2020، شنو رأيك في الموضوع هذا؟ اللي أعطوا فيهم 200 ألف القدم هذوما، وشكون خذاها هو 200 ألف؟ وشكون خذاهم اللي يعني؟ اللي عنده باسات واقف، واللي عنده كراويات يجيب ما نعرفش بخديها بثلاثة وأربعة ملايين، هذوكم هما اللي خذاهم. الزوالي ما خذاهاش، نوريك عين أنا بسيطة صغيرة بوسط صغير. هذايا لا يتيم لا بو لا أم، فهمني؟ لا يتيم لا أم لا بو. أنا سخبت عليه، مش سخبت عليه كصاحبي، هو مش سخبت عليه معناها واحد جبته معايا ونخدم فيه معايا لهني. وقلت من واحد نخدم أغزل، هذا يخدم معايا وهذا يخدم معايا، ريت الناس بعدين توكل في خمسة في ستة في خمسة ديار، والخمسة ديار شوف قد ايه، وربي يبارك لنا. حكينا على وضعك وثم إعانة جديدة باش تقرها الدولة غرة ماي 2020، شنو رأيك في الموضوع؟ ما خذينيش أنا خويا، لا خذينا إعانة لا حتى شيء، ما خذينيش. أنا قاعدين نخدموا. ما خذينيش. أنا تشوف فينا نخدموا لهنا، فهمني مركيو في نهارنا وكا. سبيت في الشؤون الاجتماعية يعني العبد لله. ثلاثة صغار. أمي مرا كبيرة مريضة. عندي إخواتي في كرومتي نخدم عليهم، نخدم على زوز عيلة العبد لله. مشيت للشؤون الاجتماعية. نقوا مرشدة غادي فهمتش، هات اسمك وهات نمر بطاقة التعريف وهات نمروك وتنكلموك، فما شيء مصاب على روحي سنة ساس قربت 10 سنين نصب على روحي بطال، انا انسان بطال نخدم تاكسي جماعي وتو بطال شوفور في تاكسي، مشيت للسنة ساس لهنا يا ولادي كيفاش ما تضمنوش فيا توما برا تنكلموك، ما وصل لي شيء خويا 100 فرنك ما خذيتهاش، انا ما باش نخدم مع السيد هذايا باش نروح بخبزتي راهو كلني الشر، الحجر الصحي هذايا ما الترافيه ما ضمها فما حتى واحد طفل حجر الصح من هالنا الاولى بدنا نخدموا باش ما ياكلناش الشر، والاعانات هذه جديده لا اله الا الله كم نستنى فرنك. لاحظ اللي ثم انعدام ثقه بين المواطن والدوله. تقول انت اعانات، انا كيفاش نمشي للدوله نقول لهم اعطوني كيفاش؟ انا نمشي لهم ما فماش جواب. باش نمشي نشد الصفه معاهم الماضي ساعه ندرزها في نهاري انا. فهمني تو الاعانه جديده تو قلت لي فما اعانه في غرة ماء، كيفاش نمشي انا؟ اعطيني الحل كيفاش باش نمشي؟ نمشي للمعتمد، نمشي للسين اس اس، نمشي للوالي، نمشي لرئيس بلديه، شكون باش نمشي؟ ما يمشونا اخويا معاهم برجولي، وقعد وجاه البارحه الفخفاخ يقول 10 ملايين توانسه، يا الفخفاخ قول له 10 ملايين توانسه من عام 80 تو 2020 وقاعدين 10 ملايين، قلت له فما قريب 40 تونسي 40 مليون تونسي مش 10 ملايين. 10 ملايين نسمع فيها من عام اللي تخلق، تقول له يا سي الفخفاخ غلطه معلومه نتاعك، قول له صلح ماناش 10 ملايين توانسه، قول له اضربهم في الثلاثه ولا في الاربعه. والسلام عليكم وان شاء الله على ربي وكاو. اعانه جديده في غره ماي 2020، شنو رايك في الموضوع؟ والله الدوله بصراحه ماهيش كي اللي امورها امور الدوله تو مو في الوضع اللي نشوفيه نحن، مش مريقل معنا الوضع اللي قاعد نعيشوا فيه بصراحة، وضع ما يعجبش لو الناس يعلم بيه كربي ظروفها تعبة فهمتني. هم باش يعطوا إعانة في غرة ماء الدولة؟ واللي حكيت لي إعانات هذه بصراحة ما عادش تفهمها دو يقولوا باش نعطوا إعانات، عطينا أنت فما ناس الإعانات اللي قدم باش يعاونوا في العباد ويعاونوا وينهم هذوك الكل وين مشاو؟ علاش تو يتكلموا كان في حاجة ديما باش نعملوا باش نعطوا باش نعاونوا؟ احنا هذا الكل ما مش قاعدين معناها نلاحظوا فيه، ثم ناس بصراحة لاباس عليهم قاعدين ما يحبوش يظهروا في الصورة، اللي هما قاعدين كل ما تجي ميزانية من برا هما اللي قاعدين ياخذوا فيها، فهمتني؟ هاو باش ناخذوا البلاد ماشية وتغرق، يعلم بينا كان ربي، ظروفها تشوفها تعبة، فهمتني؟ ويقول لك اقعد معناها في الدار وما تخرجش وحجر صحي، إلا ما تيبش نقعدوا في الحالة هذية، بصراحة ما الامور ماشي ان شاء الله ربي يقدر الخير، وان شاء الله معناها نمشيو لما فيه معناها تكون البلاد هذيا الناس الكل متضامنه الناس الكل مع بعضها، الدنيا فيها موت راهي مش حكايه معناها انا نورو في معناها نتكلموا الكلام الكل ما يجيب حتى نتيجه، اعطينا الفاعل اخويا اعطينا الفاعل تو تشوف معناها احنا تو قاعدين نمر بظروف، ان شاء الله ربي معناها داخل علينا رمضان فهمتني، رمضان داخل ان شاء الله ببركته، ان شاء الله معناها الوضع يكون يتحسن هذاك شنو نقول انا، ان شاء الله الناس الكل. انت تو قاعد تخدم ولا بطال؟ لا الحمد لله من فضل ربي معناها قاعد نخدم انا تو كل ماما معناها فهمتني، مازال الخدمه نتاعنا انا نخدم في الاوتيل بالرغم الاوتيل ماك تعرف ظروف الوتله تو يعني بهم كرب نخدم في الاوتيل وصافا شادين امورنا ولاباس معناها تو انا نحكي عن روحي الحمد لله لاباس معناها
اما بصراحه ان شاء الله نقول لنا صار تحسن البلاد وصار تحسن الوضع على خطر اذا كان مش الناس كل تقعد بالحاله هذه راهي باش تمشي للأسوأ. واحنا ديما نتفائلوا للخير ان شاء الله. خويا رمضان مبروك علينا وان شاء الله مره وكان حاجه باهيه ان شاء الله من هنا القدامه تتحسن الامور وان شاء الله لباس هذاك. واحنا ديما نقولوا ربي معنا احنا كزويوله نقولوا ان شاء الله ربي معنا وان شاء الله نقولوا احنا من رمضان ان شاء الله تتحسن الامور بقديه وكا. نحسك متفائل ما شاء الله. بالطبيعة احنا في يلزمنا ديما نكونوا متفائلين، معناها واحد ما يلزموش يطيح من معناها يحط كل شيء معناها يحط الخايب، لا يلزموا ديما عنده التفائل البشر قد ما نعيش وقد ما يكثر علينا الشيء لازم نكونوا متفائلين. معناها ما احنا كزويولة نحكي لو مش نحكي للعباد الاخرين، احنا كزويولة قلت ربي احنا ديما نتفائلوا للخير وان شاء الله تمشي الامور لاباس ماهيش فهمتني ان شاء الله ماهيش هك. انا راه معناها قلت ربي توا انا قاعد نشوف الوضع قاعد يتحسن في البلاد، معناها العباد كل قاعده تشد في ديارها ونقص برشا حاجات فهمتني. واحنا في تونس ديما امورنا هانيه، اما ان شاء الله بركه يفهموا الموضوع العباد اللي الميساج هاك وصل لهم اليوم كان حابوا يفهموا. والله الموضوع انا كان ينظموا لي اموري لهنا في المرشي بطال، نخدم خويا في الباب لا عندي قرار لا عندي حد شيء. بوعيله يعلم بيا كان ربي يا خويا يجونا لهنا خويا يشوفوا لنا امورنا، نطلب الفضل من رئيس بلديه خويا يجي يشوفوا لنا امورنا. انا راني بطال نجم نسكن في اريانا، نجم نعمل برويته بحدا دار كي الناس الكل، ويرحم والديكم وربي يفضلكم. مريك الشيخ خذيت شي من الاعانه الاولى نتاع الدوله؟ ما خذيت حتى شيء، انا خذيت كما كان وجه ربي. قلت تخدم خويا في معمل سكر قعدت بطل، ما خذيت شيء انا، عادي كان وجه ربي. انت الاولانيه قدمت مطلب؟ قدمت مطلب في البلديه باش ناخذ نصبه لنا، انا نستنى معرس خويا مرتي حبله يعني بها كان ربي. وعندك امل انك تاخذ ترخيص؟ ان شاء الله ربي سهل، كان رئيس بلديه يجينا يا خويا يرحم والديه. يجيونا اخويا شوفوا لنا انا وكلمني خلي اخويا وعدني خلي يا اخويا راك باش تاخذ نصبه لنا وكا وربي سهل بابا الغالي. معناها المطلب نتاعك نصبه في المرشي باش تعيش العائله نتاعك؟ اكيد جدا يا اخويا، مالش نقعدوا بطاله يا لبينا كان ربي. انا واحد من الناس خويا فهمتني مستحق على الانسولين، انا نخدم في المرسى فهمتني، تو ديجا عباره واحد بطال فهمتني مستحق الانسولين وتحتهم بان في كل شيء ما نكذبش عليك، حتى في المواد الغذائيه في كل شيء. ما لقيتش شكون يعاونني خويا، ندور على ولاد الحلال راني باش يعاونوني، كان يحب واحد يعاونني ما يحبش واحد يعاونني ما فما حتى مشكل خويا. يعني انت عندك السكر خويا؟ انا عندي السكر خويا، مريض بالانسولين ونزرق في السكر، كيوف عليه السكر ديجا عندي كريز فهمتني، شدني كريز. ندور على ولاد الحلال باش يعاونوني، كان واحد يعاونني ما فماش ما يعاونني خويا، ما عندي ما نعمل، ما نجم نعمل حتى. معناها انت الانسولين تشري فيه بالفلوس ولا يعطوك فيه الدوله؟ لا نشري فيه بالفلوس من الفارماسي، الباكو ب 144 و 700. قداه يشدك باكو؟ جمعتين يشد فهمتني. ومتوفر في الفارماسي؟ متوفر في الفارماسي موجود، هاي فارماسي نمشي لها ناخذ من عندها باكو الدواء هذا. وما عندكش كرني علاش؟ ما عنديش خويا، ما عنديش، خاطر انا اصل حتى من بطاقة التعريف نتاعي ضايعه فهمتني، مشكلتي حتى باش فلوس باش نطلع بطاقة التعريف ما عنديش خويا، فلوس حتى باش نطلع بطاقة التعريف تنابر هذوما ب 25 وما نعرفش 35 تمبري اخر ما نعرفش خويا. واحد ما وجد لهمش وما وجدش حق الانسولين باش يوجد حق الاوراق باش يطلعها. وقداه ليك تستعمل في الانسولين؟ عندي درجة الاربع سنين توا، اربع سنين وشويه.